عنوان أشبال وشباب الطف يقارعون الإلحاد بالفكر والدليل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم. النحل آية 125. على بركة الله تعالى نبدأ بحثنا تحت عنوان أشبال وشباب الطف يقارعون الإلحاد بالفكر والدليل. نحن كإلحاديين نبني الشباب من خلال ما نعطيهم من حريات مطلقة بلا حدود، فماذا قدمتم أنتم للشباب؟ وأن من القيم التي جاء بها الإسلام هي قيمة المحافظة على الأبناء من الانحرافات الأخلاقية ومن الحشيشة والهيروين والمخدرات والخمور وسائر الموبقات، وتحصينهم كمرحلة أولى وكمرحلة ثانية. صار شبابنا وأشبالنا هم من يحمل هم الرسالة الأخلاقية السامية، وصاروا هم القادة في إنقاذ شبابكم من براثم الإلحاد وموبقاته وحشيشته ومخدراته وانحرافاته الأخلاقية. فشبابنا قادة لهم، أسوة بمولانا صاحب الزمان عليه السلام، الذي حمل مسؤولية رسالة الشباب الأخلاقية منذ سن الخامسة من عمره الشريف، كما لهم الأسوة الحسنة بعلي الأكبر والقاسم عليهما السلام، وهما يحملان هموم الشباب في الوعظ والإرشاد الأخلاقي والثبات والتضحية على طريق القيم الإنسانية. هؤلاء هم شبابنا القادة. ما علاقة الرموز الذي كانوا قبل 1000 عام بواقع الشباب الآن؟ إن الإسلام ينشر ثقافة القدوة وثقافة الأسوة وثقافة المثل الأعلى، لأنه يثق بمنهجه التربوي الذي أنتج هؤلاء القدوة والأسوة والمثل الأعلى، بينما نظامكم الشيوعي عاجز عن تقديم قدوة صالحة لشبابكم يقتدون بها، لأن قادتكم دمويون إرهابيون، وقواعدكم وجيوشكم كذلك، ونظامكم نفسه إرهابي، فهو قد كتب بأيدي البلاشفة أنفسهم. وبما إن منظري النظام الشيوعي أنفسهم بلاشفة دمويين ومجرمو حرب، فعليه لا تثقون بتنظيراتهم وكتاباتهم حول النظام الشيوعي، ولا تطرحونهم كأسوة ومثل أعلى لشبابكم، وعليه فإنكم لا تثقون بأنفسكم، فلا تطرحون قدوة لكم، وإذا طرحتم قدوة لشبابكم كلين وستالين، فستكون حينئذ قدوتهم هي الإرهابيون البلاشفة الذين يقودونهم نحو التسلط على الرقاب بالدماء. لكن شبابنا أيضا يضحون وعندهم قيم. شبابكم يضحون من أجل المادة فقط، فلا قيم روحية عندهم، فهم يضحون من أجل الانحراف الأخلاقي ومن أجل البطش والرذائل والملذات مهما كان ثمنها. فعلي نحن لا نجبرك على اتباع الإسلام، بل نرشدك لاختيار الإسلام، أو أي دين سماوي آخر، فلكم الحرية في ذلك، لكن إياكم والإلحاد، فإنه فيه هلاك شبابكم وفساد مجتمعاتكم، وفيه تعميق للإرهاب والقمع. هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.